الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، له الحمد في الأولى وفي الآخرة، وهو الحكيم الخبير. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة حق ندخرها ليوم لقائه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وأسوتنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك أن تسخرنا لدينك وأن تستخدمنا لدعوتك وأن توفقنا وترشدنا لطاعتك. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أما بعد عباد الله، فلقد اتفقت وصايا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام على قصر الأمل في الدنيا والزهد فيها وعدم الطمع إلا فيما عند الله عز وجل. ولأن العبد المؤمن لا ينبغي له أن يتخذ هذه الدنيا مسكناً ولا وطناً، إنما ينبغي أن يكون فيها كأنه على أهبة السفر يهيئ نفسه للرحيل. يقول عز وجل على لسان مؤمن آل فرعون: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. وقال سبحانه جلت عظمته: ما عندكم ينفذ وما عند الله باق وليجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تقدست أسماؤه: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. قال المفسرون رحمهم الله: الحيوان بمعنى هي الحياة الدائمة الباقية التي لا فناء ولا زوال بعدها. وفي الصحيحين عن سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه الأنصاري قال: لما قدم أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه من البحرين، قدم بجزية أهل البحرين، فسمع بعض الأنصار بقدومه رضي الله عنه وأرضاه، فوافوا صلاة الصبح مع رسول الله في المسجد النبوي. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى من الصلاة نظر إليهم فتبسم، ثم قال لمعشر الصحابة: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، لا أخشى عليكم الفقر، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط لكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. أي تتنافسون على الدنيا كما تنافس عليها الناس قبلكم فتهلككم كما أهلكت الناس قبلكم. هكذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصل هذا المفهوم العام بمعنى الدنيا لأذهان الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. وفي صحيح الإمام البخاري عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أخوف ما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح لكم من زهرة الحياة الدنيا وزخرفها. وفي الصحيحين أيضا عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال:
كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فارحم للأنصار والمهاجرة. كان يكثر من هذا الدعاء عندما يرى الصحابة آثار القوم وينبهرون بالدنيا، يذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه فيقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. ثم اعلموا أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذه الدنيا لا تساوي شيئاً مع ما أعده الله عز وجل لعباده الصالحين ولعباده المؤمنين ولعباده المتقين في الجنة. ودليلنا ما رواه مسلم في صحيحه عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل الجنة يوم القيامة. بأنعم، أي نعيم الدنيا الذي نحن نعيش فيه، من أهل الجنة أي من أصحاب الجنة يؤتى بأنعمهم، ثم يقال لهم: يا ابن آدم، هل رأيت نعيما قط قبل هذا النعيم الذي ينتظرك في الجنة؟ فيقول الإنسان: لا والله يا رب. ثم يقال لابن آدم: يا ابن آدم، هل مر بك بؤسا قط؟ أي هل عشت الشقاوة وعشت البأساء وعشت الضراء؟ فيقول الإنسان: لا والله يا رب، ما رأيت نعيما قط وما مر بي بؤسا قط. لماذا؟ لأنه رأى النعيم في الجنة. واسمع إلى نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، كما في صحيح الإمام البخاري عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: يا ابن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كن في الدنيا كأنك غريب عنها أو عابر سبيل، لا يريد المقامة في هذه الدنيا. فسيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه فهم هذا المفهوم، فهم هذه الحقيقة الدنيوية التي أوصلها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأصبح عبد الله بن عمر ماذا يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. ثم إن عدم الطمع في الدنيا والزهد فيها دليل على ماذا؟ دليل على محبة الله للعبد، دليل على أن الله يحبك إذا زهدت في الدنيا، إذا لم تطمع في هذه الدنيا الفانية، دليل على محبة الله لك. ودليلنا ما رواه ابن ماجه في سننه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله، قال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. هذه هي النظرية: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد وتعفف عما في أيدي الناس يحبك الناس. ما معنى الزهد؟ الزهد كما عرفه السلف هو ترك ما لا ينفع في الآخرة. والزهد عرفه شيخ السادة في عصره وإمام العارفين في زمانه أبو القاسم الجنيد رحمة الله تعالى عليه، قال: الزهد هو في قوله تعالى: لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ثم إن كل ما نملكه في هذه الدنيا من متاع وزخرف وجاه وأموال وعقارات هو ليس من ملكنا، إنما نحن متصرفون فيه. وأنفقوا مما جعلكم من مستخلفين فيه، المال مال الله. فكل ما نملكه
هو من ملكه سبحانه وتعالى، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. روى البخاري في صحيحه عن سيدنا عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ثم من لما انتهى من الصورة التفت إلى صحابته فقال: يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأمضيت، أو لبست فأفنيت، أو تصدقت فأمضيت، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظروا إلى معلمنا، أستاذنا، قدوتنا، قدوة البشر، سيد الخلق، كيف كان ينظر إلى هذه الدنيا بعين الزوال والفناء، ليس بعين البقاء والدوام. هذا الذي خيره جبريل بأن يجعل له بطحاء مكة كلها له ذهبا، فقال لا، فقال لا صلوات ربي وسلامه عليك، يا ربي أشبع يوما فأشكرك، أو أجوع يوما فأحمدك. إنه كان عبدا شكورا. على من؟ على سيدنا نوح عليه السلام. لماذا؟ لأنه كان لا يأكل الأكلة أو يشرب الشربة إلا قائلا حمد الله عليها، فأثنى الله عليه بأنه كان عبدا شكورا. هذا المعلم يقول عنه سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه: لم يأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان، والخوان هي المائدة عندما تكون فارغة، حتى مات رسول الله، ولم يأكل خبزا ملطخا حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا سيدنا النعمان بن البشير رضي الله عنه قبل إسلامه ماذا كان يقول؟ لقد رأيت نبيكم وما يجد من الدقل، والدقل ماذا؟ هو رديء التمر، هو رديء التمر، رديء الأنواع، وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يترك لا دينارا ولا درهما، لا عبدا ولا أمه، إلا سلاحه وأرضا جعلها لابن سبيل صدقة. هذا المفهوم فهمه الصحابة الكرام، فعاشوا في الدنيا بأنهم أدركوا بأن هذه الدنيا فانية وليست باقية. هذا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يقول وهو أمير المؤمنين: لا يحل من مال الله لعمر إلا حلتان، حلة للصيف وحلة للشتاء، وما أحج به وأعتمر وقوتي وقوت أهلي كرجل من قريش ليس بأغناهم وليس بأفقرهم. هذا سيدنا علي رضي الله عنه ماذا كان يقول؟ كان يقول: ألا وإن الدنيا قد ترحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ترحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. سيدنا علي رضي الله عنه ذات يوم تكلم مع الدنيا فقال: يا دنيا، يا دنيا غر غيري، أإلي تشوقت أم إلي تعرضت؟ قد طلقتك طلاقا ثلاثا بائنا بينونة كبرى لا رجعة فيه. يا دنيا، زادك قليل وعمرك قصير وخطأك كبير. آه آه، قال رضي الله عنه: آه آه، آه من قلة الزاد ووحشة الطريق وطول السفر، رضي الله عنه وأرضاه. الله نسأل ألا يجعل الحياة الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم وفقنا لما فيه الخير والصلاح في العاجل والآجل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه عباد الله تجدوه غفورا رحيما، ويا فوز المستغفرين.
الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد عباد الله، جاء في الصحيحين عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق فوجد جدياً ميتاً، فقال للصحابة: من يأخذ هذا بدرهم؟ أي من يشتري هذا الجدي الميت الجيفة بدرهم؟ فقال الصحابة: وما نصنع بهاته الجيفة يا رسول الله؟ تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: والله للدنيا أهون على الله من هاته الجيفة عليكم، والله للدنيا أهون عند الله من هاته الجيفة عليكم. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قيل له: يا عبد الله، صف لنا الدنيا. قال: الدنيا عجوز شمطاء يؤتى بها يوم القيامة في صورة عجوز زرقاء شمطاء مستوحشة، يقذرها كل من عرفها بأنها هي الدنيا. كان الفضيل بن عياض رضي الله عنه يمشي فالتقى برجل يعرفه، قال: يا هذا، كم أتت عليك؟ أي كم عمرك؟ قال: 60 سنة. فقال الفضيل بن عياض للرجل: إيه، أنت منذ 60 سنة تمشي وتسير وتوشك أن تبلغ، أي توشك أن تموت، توشك أن تنتقل إلى العالم الآخر. فبكى الرجل ثم قال للفضيل بن عياض رضي الله عنه: فما الحيلة؟ قال: أن تصلح ما بقي يغفر الله لك ما مضى، أن نصلح ما بقي من أعمارنا من حياتنا يغفر الله لنا ما مضى من حياتنا ومن أعمالنا ومن أفعالنا وأقوالنا ونياتنا. جاء في ترجمة هارون الرشيد الخليفة العباسي رحمة الله تعالى عليه أنه لقي الإمام البهلول في الحرم المكي، وهذا الإمام البهلول من كبار العلماء في زمانه، فقال له: يا بهلول عظني. فقال له الإمام البهلول: بما أعظك يا أمير المؤمنين؟ هذه قصورهم وهذه قبورهم. فبكى هارون الرشيد رحمة الله تعالى عليه، ثم قال للإمام البهلول: يا بهلول، كيف القدوم على الله عز وجل يوم القيامة؟ قال: تقف بين يدي ربك وأهل الموقف ينظرون إليك ويضحكون وأنت عطشان جوعان عريان. فبكى هارون الرشيد رحمة الله تعالى عليه. جاء في ترجمة سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه الصحابي الجليل أنه قال عند سكرات الموت: يا ربي، يا ربي، إنك تعلم بأنني كنت أخافك وأنا الآن في هذا الموطن أرجوك، يا رب إنك تعلم أنني لم أكن أحب الدنيا لا لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن كنت أحبها لضمأ الهواجر أي للصيام، ولمكابدة الساعات أي لقيام الليل، ولمزاحمة العلماء بالركب في حلق العلم. ذات يوم نبينا صلى الله عليه وسلم كان جالس مع الصحابة الكرام كبار الصحابة فسألهم عن الدنيا. قال لأبي بكر رضي الله عنه: يا أبا بكر، ما الذي أعجبك في الدنيا؟ قال: يا رسول الله، نظري إليك وجلوسي بين يديك وإنفاق مالي عليك. تبسم رسول الله ثم التفت إلى سيدنا عثمان قال: يا عثمان، ما الذي أعجبك في الدنيا؟ قال: يا رسول الله، إطعام الطعام وإفشاء السلام وركعات في الليل والناس نيام. فتبسم رسول الله، التفت إلى سيدنا علي قال: يا علي، ما الذي أعجبك في الدنيا؟ قال: يا رسول الله، أعجبني في الدنيا إكرام الضيف والصيام في الصيف وضرب أعناق المشركين بالسيف. التفت إلى سيدنا أبي ذر رضي الله عنه قال: يا أبا ذر، ما الذي أعجبك في الدنيا؟
قال يا رسول الله المرض والمرض والجوع والموت، فإنني إذا مرضت خف ذنبي يا رسول الله، وإذا جعت رق قلبي يا رسول الله، وإذا مت لقيت ربي يا رسول الله. لذلك عباد الله، عندما نقرأ القرآن الكريم نجد أن ربنا عز وجل ذم في كتابه كل من أراد الدنيا بنيته وسعيه وعمله، فقال ربنا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم وأعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. وقال سبحانه: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وقال جلت عظمته: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نوته منها وما له في الآخرة من نصيب. وصدق نبينا صلى الله وسلم عندما قال فيما يرويه الترمذي وابن ماجة في سننه عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما ومتعلما. الله نسأل الخالق الرازق الواحد الأحد، يا من بيده ملكوت كل شيء، يا من بيده المرجع إليه المرجع والمأوى، نسألك يا الله أن تصلي وتسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم صل عليه في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في النبيين، وصل عليه في النبيين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم متعنا برؤياك، وأسعدنا بتقواك، واجمعنا مع نبيك ومصطفاك. اللهم ابرم لأمة التوحيد إبرام رشد يعز فيه خلقك، وتعلى فيه كلمتك، ويحكم فيه بكتابك. اللهم وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم احينا سعداء وأمتنا شهداء. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وحين الموت شهادة، وبعد الموت جنة يا رب العالمين. اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان، برحمتك يا أرحم الراحمين، يا حنان يا منان، برحمتك نستغيث فأغثنا. أغث بلادنا بالخيرات والأمطار، وأغث قلوبنا بالصبر واليقين وحسن التوكل عليك يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، اللهم كن لجزائرنا الحبيبة، اللهم اجعلها بلاد الدين وراحة للمحتاج والمسكين. اللهم إنا نستودعك الجزائر برها وبحرها، أرضها وسماءها. اللهم وحي صفوفنا وأعلي كلمتنا وارفع رايتنا. اللهم يا ربنا، يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، ادفع عنا هذا البلاء والوباء. اللهم ادفعه عنا وعن بلدان المسلمين وعن البشرية جمعاء. اللهم اكشف الغمة عن هاته الأمة، اشف المرضى في المستشفيات، وارحم من مات منهم، واكتبهم في عداد الشهداء، ووفق القائمين على المرضى، زدهم قوة إلى قوتهم، مددا إلى مددهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم نسأل يغطينا وإياكم برداء ستره وعافيته، وأن يتوفانا وإياكم على حسن الخاتمة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم، ولمشايخنا، ولمن علمنا، ولمن ربانا، ولمن فضل له فضل علينا، ولمن سبقنا في هذا المكان. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صاحب الوجه الأزهر والمكان الأطهر. صل عليه ما ذكره الذاكرون، وصل عليه ما غفل عن ذكره الغافلون. أقول قولي هذا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.
استقيموا اعتدلوا يرحمكم الله، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، استووا. الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ومن أراد لا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. الله أكبر، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نوته منها وما له في الآخرة من نصيب. الله أكبر، سمع الله لمن حمده، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله
السلام عليكم. استغفر الله استغفر الله.